يشرفنا الآن من استوديو النيل بالقاهرة سعادة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور بشير، على المستوى الشخصي نتمنى لك عاما مقبلا ملؤه السلام والأمن والسعادة، لكن ماذا على مستوى العالم؟ ودعني أفتح قوسا هنا وأقول لك، الشعوب العربية ترى أنه عام 23 كان العام الذي ظهر فيه إفلاس الغرب أخلاقياً على الأقل فيما يتعلق بالمذبحة في غزة، ظهر فيه، أنا أتحدث عن رأي الناس، ظهر فيه أنه النظام العالمي نظام فاسد، وأنه المؤسسات الدولية المنوط بها العمل على إدارة شؤون العالم هي مؤسسات عاجزة بطبيعة تكوينها، وأنه هذا لابد أن يتغير. ما الذي يحمله عام 24 في رأيك، تغيير أم ثبات؟ تحية لك أستاذ محمد ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. حقيقة كان هذا العام عاما مؤلما بكل المقاييس. نتمنى أن يكون العام 2024 يحمل الخير للجميع على هذا الكوكب المكلوم، وأقول الكوكب المكلوم لأنه بدأت إرهاصات الآثار السلبية للمنظومة الحضارية الحالية. نعيش نموذجا حضاريا مختلا. البشرية حققت إنجازات هائلة في مجالات العلم والتكنولوجيا والطب وغيرها، لكن يبدو أن هذه الحضارة التي تشهد خللا ما بين المكون المادي المعرفي والمكون الأخلاقي الإنساني القيمي، بدأت تداعيات هذا الخلل تبدو جلية. ما تفضلت بالإشارة إليه خلل النظام العالمي على سبيل المثال، عالم أحادي القطبية تستخدم فيه القوة العظمى الوحيدة كل مقومات الشرعية الدولية لخدمة أهدافها بالأساس، تدير العالم بطريقة انتقائية في تنفيذ القوانين وتطبيق المبادئ والأحكام، وهذا قادنا إلى سباقات تسلح ليس فقط على الأرض وإنما حتى في الفضاء الخارجي وفي أعماق البحار. قادنا أيضا إلى أن العالم به ملايين المشردين، قادنا إلى اتساع الدائرة والفجوة ما بين الفقراء والأغنياء في هذا العالم، قادنا إلى الوصول إلى استخدام الفيروسات والجراثيم والحروب الجرثومية ما بين دول العالم. فتأتي جائحة كورونا ويثور الجدل، هل كان مصطنعا، هل كان مخلقا، وأشياء من هذا القبيل. هذا إرث النموذج الحضاري المختل الذي طغت فيه المكونات المادية على المكون الأخلاقي والقيمي بشكل أساسي. لذلك انتهى هذا العالم هذه النهاية المأساوية. ما يدور في غزة هو وصمة عار على جبين الإنسانية والنظام الدولي. دولة خارج القانون اصطنعها الغرب عام 1948 ومنحها الضوء الأخضر لتعيث في محيطها فسادا طالما ظلت تؤدي الدور المنوط بها في خدمة الاستراتيجية الغربية. اصطنعت دولة الاحتلال لهذا الغرض ومنحت كل التسهيلات والدعم حتى تفعل ما تشاء بكل من يحاول التصدي لها في مقابل أن تبقى على عهدها تخدم الاستراتيجية الغربية بالأساس. نعيش عالما مختلا بكل المقاييس، عالما مرتبكا يبحث فيه القوي عن مزيد من القوة على حساب دول ضعيفة تمحى من الخريطة. الدول الضعيفة والدول الصغيرة والمتوسطة باتت الآن تواجه أزمات وجودية. نجد دول تمحى من الخريطة، دول تقسم، دول تجزأ، دول ينهار اقتصادها، دول صاحبة حضارة تصبح في ذيل الإنسانية. كل هذا بسبب الإدارة الفاشلة للنظام الدولي الذي تدعو بعض الدول والأطراف الآن كالصين وروسيا على سبيل المثال إلى تغييره وإقامة نظام دولي عادل، نظام دولي ديمقراطي، نظام دولي متعدد الأقطاب. صحيح أن الحديث عن النظام الدولي العادل أو النظام الدولي المثالي هو ضرب من الخيال، لكن يبدو أن الاستياء العالمي على المستويين الرسمي والشعبي من هذا النظام الراهن بدأ تتسع دائرته بشكل كبير على الصعيد العالمي.
كوكبنا حتى بسبب السياسات الخرقاء لهذا النظام العالمي بات عرضة للفناء. الحياة على الأرض مهددة للنبات، للحيوان، وحتى للإنسان بسبب إساءة إدارة موارد هذا العالم. وحينما نتحدث عن كوكب آخر نعيش عليه وتصدير البشر لاستعمار الفضاء وأشياء من هذا القبيل، يظل هذا الأمر ضربا من الأوهام. حتى كوكبنا لم نستطع الحفاظ عليه لنبقى عليه لأطول مدى زمني ممكن. باعتقادي أن البشرية بحاجة إلى مراجعة، وقفة للمراجعة، مراجعة النهج الحضاري الذي يعاني الخلل ما بين مكون مادي وآخر قيمي، مراجعة ذلك النظام الدولي الذي لا يعير الشرعية الدولية أدنى اهتمام ويتعامل معها بشكل انتقائي، مراجعة للعلاقة ما بين الشمال والجنوب. دكتور بشير، اعتقادك هذا ما أنبله يا دكتور، ويتفق معك الكثيرون من أنبل مفكري العالم، لكن أنا أسألك يا سيدي عن رؤيتك، هل تتصور أن هذا على الأقل تحدث بوادره في عامنا الجديد، أم أننا نحلم يا دكتور بشير؟ للأسف الشديد يعني لا أرى إرهاصات أو مؤشرات على أن مسألة المراجعة بسبيلها إلى الحدوث. الولايات المتحدة لا زالت تمنح الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لمواصلة عدوانه الخامس على قطاع غزة، بينما الأوضاع على جبهة جنوب لبنان قابلة للاشتعال في أي لحظة، ونتنياهو يهرب إلى الأمام من خلال الحرب. إسرائيل تعاني أزمة وجودية، أزمة 80 عاما، لم يكتب لمملكة أو دولة إسرائيلية أن عاشت طوال التاريخ البشري أكثر من 80 عاما. السؤال الوجودي بدأ يطرح، الهجرة العكسية، الانقسامات، التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سبيل إلى إنقاذ هذا المجتمع إلا بمزيد من الحروب، أملا في أن تقوي اللحمة الداخلية أو أن تستنهض الهمم للالتفاف حول قيادات ليست على المستوى المطلوب. وبالتالي نتنياهو يريد افتعال حرب جديدة في جنوب لبنان، حرب في اليمن، حرب مع إيران، هدد بمحاربة إيران واستهدافها بشكل مباشر للمرة الأولى، ومن ثم هو يلتحف بدعم أمريكي واضح. ويبدو أن إدارة بايدن عاجزة عن ممارسة الضغوط على حكومة نتنياهو لحملها على التراجع. سباقات التسلح، الإنفاق الدفاعي في العالم يتطور ويتفاقم بشكل مذهل، انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطوير هذه الأسلحة والتفنن في وسائل إيصالها واستخدامها بشكل أو بآخر، العالم يمضي على هذا الضرب. مسألة الانبعاثات الغازية الضارة والارتباك الذي أصاب النظام البيئي والإيكولوجي على هذه الأرض، الإسراف في استخدام الموارد الطبيعية، الفجوة ما بين دول الشمال والجنوب، كل هذا للأسف الشديد برغم انعقاد مؤتمرات المناخ بشكل سنوي، إلا أن الاستجابة لمخرجات هذه المؤتمرات ليست على المستوى المطلوب. الدول تجتمع وتلتئم وتضع خطط واستراتيجيات، لكنها لا تعرف طريقها إلى التنفيذ. والمسؤولون يقولون كلاما جميلا جدا يشبه الأغنيات والله يا دكتور بشير، ثم لا يفعلون شيئا أو يفعلون أقل القليل. دكتور بشير، هل هذا في رأيك هو ما يدفع الرباعي الرئيسي في الإقليم، مصر والسعودية وتركيا وإيران، للتقارب؟ في رأيك الإقليم يحاول رفع نفسه من رباط حذائه كما يقولون، يعني أن يحل مشاكله بنفسه عن طريق هذا التقارب بين الرباعي الرئيسي فيه؟ أشكرك على الربط أستاذ محمد ما بين ما يدور في العالم وانعكاسات ذلك على إقليم الشرق الأوسط. دائما جرت العادة أن يخطط مستقبل الشرق الأوسط وترسم خرائطه في عواصم غربية. للمرة الأولى تحاول دول المنطقة أن تنتزع المبادرة وتمسك بزمام المبادرة لتشارك في صناعة مستقبل ذلك الإقليم. بتنا الآن بصدد مبادرات وتحركات من بعض دول المنطقة للانتهاج مبدأ الإقليمية الجديدة أو النيو ريجيناليزم، بمعنى أن تتقارب دول الإقليم وتتجنب الصدام والمواجهة وتعلي من قيم التعاون وتبني مقاربات تنموية
بدلا من الوقوع في براثن المواجهات والصدامات العسكرية واكترار عذابات الماضي وصراعات الماضي التي عفى عليها الزمن. فإذا بنا نشهد تقاربا سعوديا إيرانيا ونشهد تقاربا مصريا تركيا وآخر مصري إيراني، باعتقادي أن المنطقة الآن أدركت أن الفخاخ التي كانت ترسم لها وإشعال النزاعات والصدامات والخلافات ما بين دول الإقليم بما يصب في مصلحة إسرائيل ورعاتها في العالم ورعاتها في العالم الغربي، أتصور أن دول الإقليم بدأت تعي ذلك الدرس جيدا وتحاول أن تتجنب الوقوع في فخاخ دأبت على أن تكون صيدا سهلا بالنسبة لها. لذلك نجد أن الدول العربية إلى جانب دول الجوار العربي كتركيا وإيران على سبيل المثال بدأت تخطو خطوات جديدة على صعيد التقارب والتفاهم والتركيز على الجوانب المشتركة التي تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتاريخ، ذهبت الحضاري. الجملة المؤلمة أنا الزعيم، أنا أقوى واحد في الإقليم، هذه الجملة تجاوزتها تلك الدول في رأيك؟ ظني أن الصراع العبثي طيلة عقود حول من القائد ومن التابع ومن يقود ومن المقود، أعتقد أن هذا بات خلف أظهر دول الإقليم الرئيسية. الآن هناك توزيع للمهام وتوزيع للأدوار وتشارك حتى في القيادة. الآن نجد أن هناك إعادة توزيع لهياكل القوى في إقليم الشرق الأوسط. لم تعد المسألة تتعلق بالإرث الحضاري، لم تعد تتعلق بالثقة الجغرافي أو الديموغرافي، وإنما باتت ترتبط بقدرتك على بلورة سياسات ناجزة تستطيع من خلالها أن تحقق الأهداف الوطنية للدولة دون الإنجرار إلى مواجهات تستنزف مواردها وطاقاتها وتبقيها لسنوات وربما لعقود في غياهب. أخيرا دكتور بشير، هذا يدفعك للتفاؤل يا سيدي؟ باعتقادي على الصعيد الإقليمي ربما يكون هناك شيئا يبعث على التفاؤل، لأن دول الإقليم بدأت تتعلم من أخطاء الماضي وبدأت تتقارب وتتآلف وتبحث عن نقاط التلاقي وبدأت تركز على فكرة التعاون وإدارة المنافسة بدلا من الصدام وتحويل المنافسة إلى مواجهة. سعادة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كل عام وأنت بألف خير سيدي الكريم، وافر امتناني لك.